فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت العشاء في منى ليلة الحادي عشر، نعم، ثم ذهبت إلى المسجد الحرام لأطوف طواف الإفاضة، نعم، وبسبب شدة إيش يقول؟ صليت العشاء في منى ليلة الحادي عشر، نعم، ثم ذهبت إلى المسجد الحرام لأطوف طواف الإفاضة، وبسبب شدة الزحام لم أرجع إلى منى إلا قبل الفجر بساعتين، فهل علي شيء في عدم المبيت؟ ما دام رجعت قبل الفجر بساعتين وبت بقية الليلة وصليت الفجر يكفيك هذا إن شاء الله. نعم.